كلوروفيل يعني. امال مرفت امين تتصور ازاي؟ انا مش عارف. ما شاء الله. الاسعار ايه يا حاج دلوقتي؟ نعم. اسعارهم ايه دلوقتي؟ انت عايز ايه وانا اقول لك؟ الدكر ده بكام؟ السكري ده؟ 700؟ ما شاء الله الله اكبر. الدكر ب 5 ونص. ده الفيلو ده صح؟ لا ده بلاك اير. ده بلاك اير. انتوا جايين تصوروا مش هتدفعونا حاجه يعني؟ لا مش مشكله صورونا بس على طول نطلع في الدوري. ده بصور مجري ما بصورليش انا. يا باشا براحتك. تعالى اعدي على كده. شكرا يا باشا ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يكرمك يا رب. دي كناريا بقى ولا ده ايه؟ دي كناريا. دي كناريا عاديه. كناريا انواع بقى. في المصبع ده مصبع وده بيقولوا عليه بشوشه اللي هو لابس طاقيه يعني جوه. مفيش حسون هنا. ودي احد تشكيله من الكناريات بقى تاني. اسعارها بتتراوح من بين ايه وايه تقريبا؟ الحته ب 250 350 جنيه. وانا اعرف ان الدكر بيتفرع على الكوسه من عصافير الاطلال. من اجمل العصافير بصراحه. انا ربيت عصافير قبل كده وكناريا من اجمل العصافير اللي ربيتها. ده اسمه حسون بقى. ده احد الطيور المغرده برضو. ده موضوع كبير ده يعني. بقى في مسابقات بالذات في بلاد الشام والحتت دي. هو الحسون هجين ما بين حاجه وحاجه. هو عصفوره هو بيتهكن على الكناريا يطلع البندوق. اي يطلع ايه؟ بندوق. البندوق خليط ما بين الحسون والكناريا. ده زي الروبو فيشر كده. ودول هجرومو او بيقولوا عليهم فلل هنا. مميز بقى ان في ريش على شكل الورده كده على كتافه الاثنين. ده اللي انتوا شايفينه ده كده بالظبط. وده اسمه ايه؟ ماينا. ماينا ده بيتكلم. ده وايلد كوت بقى. دي فاص كناريا. دي حاجات هاند ميد كلها. يعني لا يعتبر الكناريا على فكره. الميل بيحطوه هنا لوحده وبقى شكله عامل زي الانتيكا. ودي تشكيله منها تانية. وعشوش واكلات. هوب. وده جزء تاني برضو من العصافير. يعني احنا كل ده احنا ماشيين في الحته بتاعت العصافير بس وما صورتش منها كتير كمان. يعني ده يعتبر كده ايه احنا بنتفرج بس. الدنيا بمطر جامد. بص كله بقى ابتدي يشيل. خبوا العصافير بتاعتهم على طول. انا بقى لها فتره ما مطرتش كده في القاهره بصراحه. حظنا حلو. شكل خير اهو. بقى لها فتره كبيره ما مطرتش. انا قالوا علينا عرق الشعور. تعرفوا بس احنا بنتعب ازاي عشان ننزل نصور. صراحه شعور المطر ده جامد جدا يعني. كنت متخيل الطيارات مطر بالقوه دي. شايفين تقريبا المايه عامله ازاي. الناس كلها مستخبيه. دلوقتي المطر ابتدت تخف شويه والنشاط رجع يعني لحد ما. الناس هتبتدي بقى تتحرك ونكمل تصوير. عصافير استرالي بقى. هجرومو انجليزا او انجليزي. انجليزا ده مصطلح قديم قوي يعني. دي العاب خاصة بالبغبغانات. فيها حاجات مصري وحاجات مستوراة زي ما انتوا شايفين كده. ايوه المطر. انا بص وقت ازاي لغايه نص الجمعه. حاجات لطيفه. هو قصه العصافير دي تطورت عن زمان. يعني لما انا كنت صغير مثلا بنزل اشتري عصافير كان اخدنا استرالي وزبرا وحاجات كده. ما كانش فيه تولز. ما كانش فيه كميه الكلام ده. الناس دلوقتي اهتمت بالموضوع كتير يعني. دي كناريا
تاني بس في بقى الوان، يعني ده الاحمر مثلا بتاعها او بيواخد لون احمر، ده شكله مختلف تماما، يقولوا عليه فريزيه تقريبا. اشكال كتيره بقى من العصافير بالذات الكناريا، انا من عشاق الكناريا يعني. البطاطا دي دلوقتي خدنا لفه سريعه كده على القسم بتاع العصافير، واعتقد ان هم الناس هتبتدي تخف فيه عشان المطر والكلام ده. هنخش نصور دلوقتي الحته بتاعت اول السوق القديم والزواحف والكلام ده. تعالوا يلا بينا بتاع السوق القديم ده، جامع السيده عائشه. طبعا الناس استخبيه، المطر لسه شغاله. ده الباب بتاع السوق او مدخل السوق، ده المدخل بتاع سوق الجمعه. العصافير كانت على البوابه هنا الاول، بعد كده نقلوها في الجنينه جوه، فالموضوع بقى الطف شويه يعني. بيبيعوا كور الناس اللي واقفين 24 ساعة على الشمال دول، بيبيعوا عصافير وحمام وفي فراخ وبط. ده حمام بقى، ده هنا كل انواع الحمام تقريبا. جلايزة سود وحور، انا بقى اللي حافظ اسمه بقوله، ما اعرفش اسمه وهو اعلم بقى. ده حمام هزاز، ايه اسمه؟ بول. ده هزاز، ده هزاز. كل المستلزمات، طواجن، كل حاجة تقريبا. اهو البط مستمتع بقى في المطر. طيب دي بقى العقارب، ده من اكتر العقارب سمية. انا عملت سيرش امبارح على الموضوع، يعني الفات تيل اكتر عقارب سمية على مستوى الشرق الاوسط على العالم عموما. بكام الفات تيل ده تقريبا؟ من 10 ل 40 جنيه او 50 جنيه. طيب وده واي كولر، سمه عالي برضه. ده باي كولر سكوربيون، سامه برضه. اوكي، ده بيحفر كمان. ده جزء كده بس من العقارب. فارس مره بيقول لازم دي بدايه بقى التعابين. استنى، في واحده حامل، في واحده حامل. لا استنى بقى عشان ايه اعرف اصور. لا مش دي، عندها سرطان. ده دساس، ده تعبان دساس مصر. ده مش سام ده؟ لا لا لا، ده من الحاجات اللي بتاعت. عم فارس عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ نور الله، كله تمام حبيبي يا غالي. حبيبي الحمد لله. حاجتك ايه يا عم؟ امسك. تسلم ايدك حبيبي. ده دساس مصر. ده كيلو كبير، دي انت يا ابو الذكر. ده من اجمل التعابين المصريه، وتعبان عاصر مش سام، ويصلح للمربين المبتدئين يعني. واحد حمزه. لا لا انا ما تلعبش بيه ده. افتح 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 عشان دي شايله بيض. استنى عشان ده في هنا. ده بيعمل مولتنج. هو ده ايه؟
ده أزرود. أزرود؟ أزرود سيناوي. كم كده؟ من أجمل التعابين المصرية، هو بيعمل انسلاخ عشان بيغير الجلد بتاعه. خلي بالك عشان ممكن في المرحلة دي أصلا ممكن أعض عادي. هو مش سام طبعا. إيه؟ تعابين كتيرة بقى. أنواع من التعابين كتيرة. وصقور وعقاب. عشر. لا ما شاء الله. بفران عشان التأكيل. عشان التأكيل للزواحف والحاجات دي. هو يقعدك يا ابني وانت دبوب وبوم. دي بومه القزميه. دي بومه قزميه. اسال فارس. فارس هو الصقر ده اسمه ايه؟ حدايه الصقر اساسا. دي بومه قزميه يعني ده حجمها بالنسبه لي. من اشهر انواع البوم اللي بيترد. وده شرياس. خفاش او وطواط. ورلات كبيرة بقى. بص حجمه قد ايه. هدهد. وخفافيش. نصور الهدهد ده. ده شوجر جلايدر. ده السنجاب الطائر اللي بيقولوا عليه. جامد جدا. طلع لك كومودو. في كومودو. تعال نكذب. ده ايه ده؟ ورا النيلي. ورا النيلي بقى بالحجم اللي بيعض ده. اجريسيف جدا. ده ورا النيلي. من اشرس انواع الورلات. في شويه حاجات بقى ايه متحنطه. ده نمس متحنط. الحاجات دي كلها تبع فارس الفيشاوي. ده يبقى سوق السمك. في جولد فيش وكوي ومولي تورتيل. جولد فيش تاني. وفي بلاك مور. كوي كبير. دراميز. ده احنا كده ندفع كتير قوي جوه. وده المدخل بتاع السوبر. السلام عليكم. ممكن اصور ولا ممنوع؟ ماشي ربنا يكرمك. دي افريكان سيكلت بقى. وفي انجل هنا الموضوع متطور شويه. ممكن تلاقي جابز بقى اللي بيقول عليه انا حبشي. انواع كتير. وبليتو. بنجاسوس. وكوهاكو. الافريكان سيكلت كلهم.
هنا الفرايتي اكبر شويه او الانواع يعني متعدده شويه. وبينك دانيو زبرا دانيو و انواع كتيره. عم مارادونا بتاع الزرع من احد اشهر الناس اللي في السوق، هو الوحيد اللي بيبيع زرع يا طب. دي اسمه نقشوش الماء. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ حبيبي. وده ريم او طحالب بتتباع عشان اكل السمك. وانواع كتيره بقى. الواحد قضى عمره هنا تقريبا. عم محمد السيد بقى. خش نشوف عنده ايه. السلام عليكم. ازيك يا محمد؟ بيه اخبارك ايه؟ انت مالك؟ كله تمام؟ انت شايف احنا عاملين ازاي؟ تديني البتاع ده شويه. عم محمد السيد من اشهر الناس اللي في السوق هنا. الراجل ده بيجيب حاجات مميزه على طول بقى. استنى افريكان سيكليكس وعنده انجلز. وطبعا بص بقى جرين تكساس كتير. عامل ايه؟ عامل جمعيه اهو. فلاور هول مروح سلك خليهم في الشنطه. اوسكارات بقى لنا كتير ما شفناش اوسكارات. تايجر اوسكار وده جوبينيلي بتاع التاكيد اللي بيجيبوه عشان ياكلوه السمك الشرس زي الاوسكار والحاجات ده. طاير تراك كده يا محمد؟ طاير تراك كده؟ ده بلاك سبوتد وده بلاك سبوتد ايه؟ اقول لك هو بيجيب حاجات مميزه على طول. بكام ده يا محمد؟ بكام؟ ده ب 250 جنيه. 250 جنيه. عندي معايا اثنين بس. معاك اثنين منه؟ وعندي واحد نفس المحل ثلاثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ينور عليك. مين؟ والله كل اسبوع يجي معايا جرج خبز. كل اسبوع يجي معايا جرج خبز. كلاون نايف اشهر السمك المتداول الشرس هنا في مصر. كذا من كذا حته منه. دي جولدن بيس فلاور هول تقريبا، يا اما انا مش شايفها قوي. لا هي سمكه هجين خالص يعني. وفي تايرد تراك ايل تاني. وباكو بيرانا. باكو بيرانا بقى. وجاينت جرامي. وريد تيل كاتفش. وهتلاقي في فارو شارك كمان. ده سوق الجمعة بقى من جوه. هو كان طبعا أقوى من كده بكتير بس أقل أخلص عن زمان. فحوار بقى. الناس بتاعت الدود كلنا اشترينا منهم تقريبا. تيوب في كسور. وده سمك قرش. مواتير. دي مواتير ولعب بقى في السمك والحاجات دي. ده قرش ملون. وفي صدف. دي عشان ارضيات احواض السمك. ده حوض مستورد. ودول ناس بقى بتاعت اكسسوارات كتير. ودي اشهر قهوة. قهوة سكر. دي اشهر قهوة الناس تقعد عليها بيبيعوا عليها عصافير وحاجات كده.
تقريبا هي هي الناس اللي كانت بتقعد من سنين يعني. لا بغبغاء زنجباري. تعصيلي بلت بقى. دي امريكا. طر امريكا. في ارانب هنا بتتباع. هي الارانب بتاعت المزارع والحاجات دي. يا رب غنيت بقى ملونة يعني كذا لون. ده مش عارف ده ريد رامب ده ولا لا، انا مش عارف بالظبط. ده ريد رامب بكل انواعه تقريبا. دي ذرة. دي ذرة البيل. عايزين نقليهم بس قضيه. ودي لاتيني. ودي يقولوا عليها الزرقاء، طرق لونها ازرق. ده السنغالي ده. اه ده السنغالي. ده بغبغان سنغالي. دي الدره الخضراء العاديه. ده يا مام امري من اجمل انواع اليمام واثار التربيه. سلاحف مصري بقى. تشكيله كبيره قوي. سوق جمعة كلنا كهواة بغض النظر انت هاوي ايه بالظبط، احنا كلنا اتربينا هنا، اهل القاهرة خصوصا يعني. يعتبر اكبر تجمع لكل الهوايات على مستوى مصر يعني. فاتمنى انه كان التقرير عجبكم، وقدرنا نوصل كل حاجة ونصور كل حاجة. واشوفكم على خير ان شاء الله في تقارير جديده وفيديوهات جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.